كل يوم أحد سنعرض لكم وصفات ووجبات خفيفة من خلال فقرة الطبخ التي قمنا بتجهيزها لكم. اليوم سنتعلم طريقة إعداد شطائر الخبز المحمص بالدجاج. خلونا نتابع. رجعنا لكم مشاهدينا بعد ما شفنا هذه الفقرة التي تتحدث أو عطتنا بعض المعلومات المتعلقة بالطبخ وكيفية عمل شطائر الدجاج، ورجعنا لفقراتنا المتعددة. ويعتبر 10 أكتوبر من كل عام يصادف اليوم العالمي للصحة النفسية التي تشكل أهمية لدى الإنسان وتجعله أكثر قابلية للتعامل الإيجابي مع المشكلات المختلفة وتوازن أكيد الانفعالات عند الضغوطات. وللحديث عن الصحة النفسية يسعدنا أن يكون معنا عبر الاتصال المرئي الدكتور حميد محمد الحاج استشاري الطب النفسي. صبحك الله بالخير دكتور حميد، ويا مرحبا بك ويانا في برنامج صباح الشرقية.
صباح النور، صباح النور لكم، وشكرا على الاستضافة. هذا واجب. في البداية دكتور، يا ليت لو نعرف السادة المشاهدين بمفهوم الصحة النفسية. الصحة النفسية هي أساس المشاعر، هي أساس التفكير، هي أساس التواصل والتعلم، هي إنه نحب نفسنا ونحب الآخرين، نحترم نفسنا نحترم الآخرين. لذلك الصحة النفسية هي مفتاح العلاقات الجيدة بل والممتازة مع الآخرين، هي مفتاح الحصول على الرفاهية، هي مفتاح المساهمة الفعالة في المجتمع حولنا. نعم، لذلك الصحة الجسدية والنفسية والسعادة يعني هي أمور مرتبطة ببعضها، والإنسان يمكن أن يطورها. نعم. كيف ممكن أن نصل إلى الصحة النفسية يعني دكتور من خلال المعلومات اللي ذكرتها؟ هلا الصحة النفسية أهم شيء إنه هو تطوير المرونة النفسية، لأن الإنسان معرض للكثير من المخاطر في حياته، نعم مثل ما بتعرفي يعني نحن مرينا في أزمة الكورونا، والحمد لله يعني دولة الإمارات كانت من الدول السباقة في العالم في القيام ببرنامج اللقاح، وتخلصنا من الكورونا إلى حد بعيد، ولكن ما زال عندنا الكثير من المشاكل المتعلقة بما بعد الكورونا، يعني نعم هذا الانعزال الاجتماعي الذي مر بنا، بالإضافة إلى الصعوبات في التواصل بين الآخرين. فلذلك يعني الأشياء اللي ممكن نطورها كبشر لما منطور المرونة النفسية هي إنه نفهم ما هو الدعم الموجود حولنا، أن لا نخاف من السؤال، أن نتعامل مع عواطفنا بشكل حقيقي، نفهم أين المشكلة، نحاول أن بشكل استباقي أن نتصرف لتقليل التأثير السلبي لأي شيء مزعج في حياتنا، المحافظة على التفاؤل، المحافظة على المرح واحترام الذات، هي من الأشياء الكثير مهمة في الحفاظ على نفسية الإنسان. نعم ذكرت نقطة جدا مهمة دكتور، يعني هل هنالك من تدريبات معينة، تمارين معينة تجعلنا نحافظ على مرحنا، على ضحكتنا، على الفرح؟ طبعا لما بنحكي على المرونة النفسية، الناس أحيانا ممكن تفكر أنه الموضوع هو قوة خارقة، هو إنسان إما ولد بهذه القوة أو لا، لكن الحقيقة هي عملية نضج نفسي، هي ممكن الإنسان أنه يطور ذاته، يفهم قدراته، يفهم نقاط القوة، يفهم وين في نقاط التحديات والضعف، نعم من أجل أن يزيد السعادة. ولما نتحدث عن السعادة، يعني هون في نقطة، أحيانا السعادة مفهوم السعادة يختلط على الكثيرين، يعني هناك سعادة حسية، مثلا تعطي للطفل قطعة حلوى يشعر بسعادة، هناك سعادة معنوية ترتبط بالنجاح، مثلا قدمت فحص أو حصلت على ترقية في العمل أشعر بسعادة معنوية. بس هدول النوعين من السعادة بيرتبطوا بالظروف المحيطة، بيرتبطوا بالآخرين. نعم السعادة الحقيقية التي تنبع من الذات، من طمأنينة النفس، هي ما يمكن يعني إذا حصلنا عليها لا يمكن لأحد أن يأخذها منا. وشو الفرق دكتور بين الصحة النفسية وحتى المرض النفسي؟ هلا الصحة النفسية يعني مهم جدا هذا السؤال، لأنه المرض النفسي، عندما يعني يحصل المرض النفسي هو غالبا يؤدي إلى تغير في سلوك الإنسان، يؤدي في إلى عدم قدرته على القيام بالأشياء التي هو بالأساس يستطيع أن يقوم بها. نعم ولكن هذا يختلط أيضا على الناس، لأنه قد يفسر على أنه ضعف شخصية، قد يفسر على أنه كسل. الحقيقة المرض النفسي في كثير من الأحيان يؤدي إلى الإحساس بالفشل، ولكن الإنسان ليس فاشل، الإنسان فقط عنده مشكلة أو اضطراب ويمكن حلها. نعم يعني هو عرض، ممكن إزالة هذا العرض عن طريق الشخص نفسه أو يعني حتى عن طريق الأمور الطبية. نعم نعم يعني هو غالبا بتكون مجموعة أعراض مع بعضها، نعم يعني مثلا وهي تكون مرتبطة ببعضها، يعني مثلا إذا أنا ما استطعت إني أنام بشكل جيد، كهو قلة النوم هي عرض من أعراض الأمراض النفسية كالاكتئاب. فشيء طبيعي إنه الصبح عندما أنهض من الفراش أشعر بالتعب، وهو عرض ثاني من أعراض نعم الاكتئاب. ثم لا يكون عندي القدرة للقيام بالأشياء التي يجب أن أقوم بها، فهذا يؤدي إلى شعوري بشعور سلبي إنه أنا كإنسان فاشل أو غير قادر على القيام بمهامي، فهذه كلها مرتبطة ببعضها.
على فكرة دكتور، ذكرت نقطة جدا مهمة اللي هي نقاط الضعف والقوة. نقاط الضعف لأكيد مداركتها وتقويتها، ونقاط القوة لتعزيزها أيضا. نتحدث عن الأسباب التي تجعل الإنسان بحالة نفسية سيئة. أي إنسان ممكن يمر بظروف صعبة. نعم. عندما نقول أن شخص يعني أصيب باضطراب نفسي، فغالبا هناك عوامل عديدة. من هذه العوامل الاستعداد الوراثي، كلنا عندنا جينات أو مورثات نأخذها من الأب والأم، وهذه مسؤولة عن تغيرات في الدماغ، مسؤولة على يعني كيف نتصرف، على شكلنا، لوننا إلى آخره. ولكن هذه الجينات، وهذا هو النقطة المهمة جداً، يعني إنه نحن لا نستطيع أن نغير جيناتنا، ولكن هذه الجينات هي بالأساس يمكن تشغيلها أو إيقاف تشغيلها. تشغيلها أو إيقاف تشغيلها هو يتعلق بالبيئة، يتعلق بالنظام مثلاً الغذائي، يتعلق بالخبرات الاجتماعية المعرفية العاطفية. يعني مثل هذه البذرة، إذا وضعتها في تربة صالحة، تربة مليئة بالمغذيات وبالماء وما تحتاجه، تنبت نبتة أو وردة أو شجرة رائعة. إذا وضعتها في بيئة غير جيدة، فغالبا هذه النبتة تكون يعني لا تحقق أفضل ما عندها. نعم. وهل هنالك من علامات معينة دكتور يعني للاضطرابات النفسية؟ بالتأكيد يعني هناك علامات. طبعا المشكلة أنه مثل ما ذكرت، أنه في ناس بتفكر أنه هذا الشيء يتعلق بضعف الشخصية، نعم، يتعلق بالإهمال. فأي شعور بالحزن، شعور باليأس، عدم الاهتمام بالأشياء السارة التي بالعادة أنا أهتم فيها، الشعور بالعجز مثلاً، يعني هذه مثلاً مثل ما ذكرت أنه عدم القدرة على النوم، أو النوم بشكل لفترات طويلة، ضعف الشهية، أو حتى أحياناً في ناس بتأكل كميات كبيرة ليس لأنها تستمتع بالأكل، ولكن فقط هو نوع من stress relief أو تخفيف الشدة النفسية. وأحياناً ممكن الإنسان يصل إلى مرحلة يفكر يعني ما فائدة الحياة، هل الحياة لها قيمة، ربما الموت هو أفضل. يعني وهذا موجود، تفكير بالانتحار موجود بشكل كبير الحقيقة. لا نقصد به، لا حول ولا قوة إلا بالضبط، لا نقصد به بالضبط أن الإنسان بحق يعني يريد أن يؤذي نفسه، ولكن أحيانا يفكر أنه ما قيمة الحياة. يعني مثلا أنثى ظهر عندها مثلا ورم في الثدي، بدل أن تذهب وتحصل على العلاج، تحصل على أنه تتأكد هل هو ورم خبيث أو حميد إلى آخره، تقول يعني إذا ماتت بيكون أحسن. وهذا بصراحة بذكرني بقول أحد الشعراء المشهورين جدا المتنبي، عندما قال كفى بك داء أن ترى الموت شافيا، وحسب المنايا أن يكن أمانيا. نعم. طيب في حال وجود مثل هذا الشخص الذي ذكرت أعراضه دكتور، كيف ممكن أن نتعامل مع هذا الشخص الذي يتعرض لهذه الاضطرابات؟ هل التعامل معه، أول شيء أنه ما نبدأ بتقديم النصائح العشوائية. يعني مثلا يعني رح أعطيك تشبيه ممكن أنه يفيد المستمعين الكرام. مثلا إذا عندنا مريض ربو، فمريض الربو تأتيه نوبة ربو يشعر بضيق صدر. نعم. فهذا المريض يعني بالعادة ماذا نقول له؟ اذهب إلى الاختصاصي، خذ الدواء. لا نقول له ما شاء الله هناك هواء كثير، لماذا لا تستطيع أن تتنفس؟ لا، نفس الشيء يحطمونه يعني. يعني. فمريض الاكتئاب لا نقول له الحياة حلوة ويعني أنت مش شايفها وأنت مش عارف فيها. المفروض أنه نستمع له بشكل جيد، نقدم له دعم غير مشروط، ونشجعه على القيام بالعادات الجيدة. وأيضا يعني إذا كانت وصلت إلى مرحلة المرض سواء الشديد أو المعيق للحياة، فيجب اللجوء إلى الطبيب النفسي بشكل مؤكد. يعني نعم. ومتى نلجأ إلى الطبيب النفسي دكتور؟ إذن اللجوء إلى الطبيب النفسي هو إما أن الحالة يعني طالت فترتها، أو كانت شديدة، أو
كانت معيقة للحياة. يعني مثلا الطالب مثلا عنده شوية قلق من الامتحان، ليس بالضرورة أن يذهب ليرى الطبيب النفسي، ولكن إذا هذا القلق أدى إلى أنه ترك الدراسة أو أنه لم يذهب إلى الامتحان أو أثر ذهب على إلى حياتي الامتحان، بشكل كبير. بالضبط بالضبط. فلذلك بهكذا حالة يعني من الضروري جدا أن نستشير، لأن يعني الإنسان لا يحقق طاقاته، لا يحقق ما يمكن أن يحققه، علما أن يعني العلاج النفسي والحمد لله تطور كثيرا وأصبح فعالا بشكل كبير. نعم، وهنالك طبيب نفسي وهنالك في استشاري نفسي دكتور. نتحدث الفرق بين الطبيب النفسي وأيضا الاستشاري النفسي، ومتى يلجأ هذا الشخص إلى الطبيب أو حتى المستشار النفسي؟ يعني هذه أحد الأشياء التي يعني تصعب على الناس معرفتها بدون أن يكون عندهم الاختصاص. الحقيقة أن الطبيب النفسي هو بالأساس يدرس الطب البشري نعم مثل بقية الأطباء، مثل أطباء العيون والقلب إلى آخره، ثم يتخصص بعد دراسة الطب النفسي لمدة عدة سنوات في أمراض الأطفال والكهولة، عند الطب النفسي عند الكهول يدرس أو يتمرن على كيفية عمل الدماغ، يدرس أو يتمرن كيفية أن يقدم العلاج سواء بالكلام أو العلاج بالأدوية. بالنسبة للمعالج النفسي، المعالج النفسي هو يدرس علم نفس يعني سايكولوجي، وبعد ذلك يتخصص في أنواع معينة من تقديم العلاج السلوكي أو المعرفي. فلذلك يعني قد يحتاج الإنسان إلى طبيب نفسي، قد يحتاج إلى معالج نفسي، وقد يحتاج في أحيان كثيرة إلى كليهما. نعم، وبالنسبة للاضطرابات النفسية، من هو الشخص المسؤول، الطبيب أم المستشار النفسي دكتور؟ أم أن هي عملية تكاملية أو مشتركة بينهم؟ بالضبط، يعني هو في تكامل، في يعني مثلا الطبيب النفسي يستطيع أن يصف الأدوية لأنه درس الأدوية ويفهم تأثيراتها ويفهم كيف يتعامل معها. أيضا الطبيب النفسي يقدم علاجات سلوكية، ولكن عادة الطبيب النفسي ليس عنده الوقت الكافي، مثلا ساعة من الزمن لكل مريض بحيث أن يقوم بكل أنواع العلاج النفسي السلوكي المعرفي إلى آخره. فلذلك يحيل هذا المريض للمعالج النفسي. أما إذا المريض ذهب إلى المعالج النفسي، فقد إذا احتاج إلى دواء فهنا يحوله المعالج النفسي إلى طبيب نفسي. لذلك هي عملية تكاملية. نعم، بالنسبة للشخص اللي لديه اضطرابات نفسية، نتحدث عن علاج هذا الشخص، هل يمر عبر مراحل معينة دكتور؟ بالضبط، يعني هو إذا كان مثلا لناخذ الاكتئاب كمثال، إذا الاكتئاب خفيف إلى متوسط الشدة، ففي هذه الحالة يمكن أن نستخدم العلاج النفسي ليس بالضرورة مع الأدوية. فهذا العلاج السلوكي المعرفي هو يركز على كيف أن أفكارنا وسلوكياتنا و المشاعرنا هي كلها مرتبطة ببعضها، نعم لذلك تغيير الأفكار والسلوكيات يمكن أن يجعلنا نفكر بطريقة إيجابية أكثر، نعم يمكن أن يجعلنا نشعر بسعادة. نعم لكن كثير من الأحيان خاصة عندما هناك تغير في النواقل العصبية أو عمل جميل، النواقل العصبية كل مثل الشكر لك، ما الكثير يعرفون السيروتونين وغيرهم. كل شكر لك الدكتور حميد محمد الحاج استشاري الطب النفسي، شكرا على هذه النصائح الذهبية المتعلقة بالاضطرابات النفسية وكيفية ممكن الوقاية منها. يعطيكم العافية وكل عام وأنتم بخير بمناسبة هذا اليوم. إذا مشاهدينا، يعد القطن من المحاصيل الزراعية المهمة، إذ يعتبر أحد مواد الخام التي يتم استخدامها في العديد من الصناعات، منها الملابس والخيوط والأقمشة. التفاصيل في هذا التقرير. نبات القطن أو ما يعرف بالذهب الأبيض هي شجيرة صغيرة تنبت في الأماكن الحارة والتي تحتاج إلى الماء الوفير والأرض الخصبة،
ويعد القطن من أهم المحاصيل التي تزرع عالمياً، وهو أحد المواد الخام الضرورية التي تستخدم في صناعة الملابس والخيوط والأقمشة. وتنتشر زراعة القطن في الهند وسوريا ومصر وبلاد البحر المتوسط المطلة على أوروبا. تتنوع أنواع نباتات القطن، ومنها قطن المناطق المرتفعة. تتميز زهرة القطن في هذا النوع بلونها القشدي واحتوائها على الألياف البيضاء، حيث يستخدم في صناعة القمصان والملابس باهظة الثمن. والنوع الثاني القطن المصري. يتميز هذا القطن بالألياف القوية الطويلة التي تحتوي على السمرة، ويرجع أصله إلى أمريكا الوسطى. ويعد القطن المصري من أجود وأفضل أنواع القطن، بالإضافة إلى القطن الآسيوي والذي يستخدم في صناعة الفرش والبطانيات والملابس الخشنة. تتعدد فوائد نباتات القطن، حيث يستخدم القطن في صناعة الكثير من الملابس والمنسوجات والمفروشات وأغراض الزينة، ويستخدم عند الكثيرين من المزارعين كوقود يستدفئون به. ومن القطن كم مشاهدين، وصلنا لنهاية حلقتنا اليوم، على أمل أن نلقاكم يوم غد في حلقة جديدة بمواضيع مختلفة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحياتنا عشر أنصاري، وتحيا جميع طاقم العمل، ومع السلامة.